في الطبيعي في اجتماع الهيئة العامة عندما تعرض التقارير المالية والتقارير الإدارية أن تناقشهم حرف حرف كلمة كلمة. أنا بدي أعرف كيف أنتم بتأخذوا القرارات، أسأل كهيئة عامة كيف بتأخذوا القرارات في المجلس. هذا المشروع بنشتغله بشراكة مع 4 شبكات مظلاتية موجودة بكل الضفة الغربية، اللي هي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اتحاد العام للجمعيات الخيرية، الاتحاد الجمعيات الخيرية في القدس، والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية. ورشتنا اليوم بتحكي عن الحق في تشكيل الجمعيات بتعاون مع مركز عودة في طول كرم. هاي الورشة بتيجي ضمن تعزيز قدرات المؤسسات الأهلية والجمعيات والدعم القانوني لهاي المؤسسات وتطوير قدراتهم قانونيا، وكيف إحنا نساعدهم في تخطي كل الإشكاليات القانونية من حيث التسجيل، من حيث المعيقات اللي بتعرضوا لها في التسجيل والتنظيم.